كل عام وانت الحبيبة. تحية وعودة من جديد لكم جميع المشاهدين اللي بتابعونا صباحات سودانية وصباحات كل أم سودانية بتابعنا اليوم عبر الشاشة. أنا مبسوطة جدا اليوم بأنه حيكون معي أمهات زملاء داخل القناة، حأقدر أتونس معاهم وأعرف خبايا كثيرة الناس ما عارفاها، وبرضو يعني نحتفي ونحتفل بيهم لأنهم هم حقيقي يعني حاجة يمكن ما بيسعنا إنه إحنا نحتفل بها في يوم واحد، لكن ما لون حاول نديهم ولو جزء من حقهم. معي خالة بتول، صباح الخير. أهلا وسهلا، كيف أحوالك؟ إن شاء الله تمام. منورانا الليلة في الاستديو. نورك يا حبيبي، الله يسلمك. وأيضا خالة هالة هي أم الزميلة هديل في قسم السوشيال ميديا، وخالة بتول هي أم الزميل محمد خال. كيف أحوالك؟ إن شاء الله تمام. الحمد لله، تسلمي كثير. مبسوطة الليلة بوجودكم معي. ربنا يخليكم ويديكم لنا الصحة والعافية. طبعا أنا قبل ما نخش على الـ على الـ على الهواء يعني قلت لمحمد خالد قصر، إحنا طبعا نقول له قصر. قلت له إنه الليلة أنا حعزب أمك عشان أنا حأسأله، لأنه يعني دارين نعرف أنت في البيت، ويعني قصر الثاني إن إحنا ما بنعرفه لأنه الشغل أي شخصية الثانية. فأنا عايزاك تحكي لي عن علاقتك به وعن شخصيته في البيت، اللي بيخلي شخصية الشغل هنا ده واللي بيجي داخل بيها البيت. لا والله محمد ما شاء الله عليه، من غير شكر يا خطوة. والله العظيم محمد بجد ما شاء الله ما معزبني والله جد. يعني ممكن يعمل أي حاجة حقته براه. ايوه قايم بحاجه يعني لو عايز عنده قميص عايز ماكو ممكن يكوي يعني يسا. ما يعني ما بيطلب يعني يعذب يعني واحد بس عايز عنده ماكو داري قميص بيكوي، عايز يعمل حاجه سندوتش بيعمله براهو. يا سلام. وحد يعمل قهوه حقته والله محمد يعني ما شاء الله. طيب ما قاعد اطلب منك مثلا انك تعمل له حاجه؟ يعني بحب اكل ولا حاجه معينه؟ اكثر حاجه بحبها القراصه والملاح. القراصه اصلا شفت يوم الجمعه ده غير القراصه والملاح ما يعني ما في. طيب ما بقبل اي حاجه ثانيه. طيب ما بتحسي انه مرات برضو الشغل ممكن ياخذ الزول من البيت، من قعدته في البيت، من يعني وقته اللي ممكن يقضيه كتير مع اسرته؟ كثير كثير محمد ده يعني حسنا بنشتغل معاكم في الغناء هنا والله يعني مرات يومين ثلاثه ما بنشوفه. ها بس يلا دي شكيه على الهواء يا جماعه. والله قال محمد ده شويه يقعد في البيت مع امه. والله مرات يومين ثلاثه ما بنشوفه. لا يعني حقيقي نحن لازم نديه حقه، محمد حقيقي من الناس المجتهدين جدا في القناه والما مقصرين. يعني شفتي زي ما قاعد يخليكي تعملي حاجه في البيت، ما قاعد يخلي زول هنا في القناه يعمل حاجه ما شاء الله. يعني كل المسؤوليه اللي بتكون موجوده في اي حاجه لما نديها لمحمد خلاص بنكون ارتحنا، بنحس انه خلاص المسؤوليه دي اتشالت مننا لانه هو بيكون قدره. يعني بمجرد مش في ناس لما الزول يكلمهم بحاجه يقول لهم يا اخي انا عايزك تعمل لي الحاجه دي بيكون خلاص ارتاح، حاسس انه الحاجه دي خلاص تمت انتهت. ده هو الحاجه اللي بيعملها قصره حقيقي. هو يعني قاعد يتعب وبيقعد اوقات متاخره وزول مجتهد شديد. بيجي متاخر والله. اي والله بالضبط احنا عارفين برضه، لكن دي برضه اخذت من وقته طويل انه ما عنده علاقات اجتماعيه مع الناس، يعني عنده حاجات كثيره ما قاعد يمشي عليها والله. ما قاعد يمشي بالضبط كده. اي طيب خلاص يا جماعه حسي دي نحاول ندي قصر حبه اجازه كده يرتاح ويصل للناس. اي والله في عشان حاجات كثيره مقصر فيها. هي الشغل عموما يا خالته بتول بياخذ من العلاقات الاجتماعيه. هاي العلاقات الاجتماعيه بالذات شغلنا ده، لانه شغلنا ما عنده وقت معين، ولا مثلا زي الموظفين بنطلع وقت معين نرجع في وقت معين، ممكن في اي تحت اي لحظه نكون شغالين. صح صح صح. انا حاجه لك يا خالته هاله، وتحيه لك ليله الصباح وكل سنه وانت طيبه وربنا يخلي لك هدوله واخوانها كلهم. هديل برضو واحده من الناس المميزين جدا ومن الناس الطيبين جدا وبنحبهم جدا في الـ في الـ في الـ القناة. فبرضو داراكي تحكي لي عنها في البيت ومعذباكي ما معذباكي من غير شكرة إن شاء الله. أول شيء بشكركم، بشكر القناة على استضافة الأمهات بتاعنا العاملين دي يعني مبادرة منهم حلوة شديد. تسلم يا رب. وكل سنة كل الأمهات طيبين إن شاء الله. إن شاء الله. هديل ما شاء الله عليها طبعا الوسطى زي ما بقولوا البيت الثاني. فما شاء الله عليها ما مدعبة والله شديد. ما متعبه لا لا طبعا هذا شديد. واغلب اليوم في برا البيت مع في الشغل. الجمعه بس بنتلاقى وكذا، لكن ما شاء الله عليها. انا عرفت برضه انه هديل طباخه شديد. طبعا يوم يعني انا مشيت لهديل في مكتبهم
فقلت لها هدينا الليلة جاية أفطر معاك، فعملت لنا حاجة كده خطيرة عشان كده سألتك في الموضوع ده. لا ما شاء الله طبعا بيت لأمها يعني أكيد. ده معناته يا خالتو إنتي يدك طعمة خالص، بس خلاص معناته إحنا معزومين غدا إن شاء الله. قلت له لا نستغل الموقف ده سيستغلال طوالي والله تشرفوا. طيب أنا حرجع عليك يا خالتو بتول، يعني واحدة من الحاجات اللي إحنا بنحاول بقدر الإمكان نستفيد من أمهاتنا فيها هم تجاربهم في الحياة. يعني يمكن نحن يعني التجارب اللي ممكن نكون عشناها في الحياة ما بتجي ولا 1% من الحاجات اللي ممكن تكونوا أنتوا عايشتوها مع أولادكم لحد ما كبروا لحد ما كبرتوهم، والصراعات اللي بتمر بأي امرأة في الحياة بتعيشها. يعني فطوالي بنقوم دائما بنكون بنجيكم للنصيحة إنه دارين يا أخي طيب أنا أعمل شنو وأعمل شنو قصر بشتشيرك محمد؟ والله يعني بس ما يعني دائما يعني بيجي ياخذ رايك مثلا انا عايزه اعمل كده ولا اعمل كده، ولا دائما هو حاسم قراراته وعارف ايش عايز يعمل؟ لا بيشاورك. طيب لو قلنا انه احنا مثلا عايزين يعني طريقه، ما طبعا ما في طريقه مثاليه للتربيه طبعا، كل ام عندها طريقه التربيه بتختلف براها، لكن لو قلنا مثلا احنا دايرين طريقه تكون مثلا مناسبه للامهات، لانه في كثير من الامهات الجيل الحالي حلو جدا انهم الليله يسمعوا عن نصايح بيقدموها امهات هم عارفين طريقه التربيه الصح شنو، عارفين هم ذاتهم اولادهم الطريقه اللي بيمشوا فيه كيف يوجهوهم عليه. فاذاك تدينا نصايح كده. يعني انا بنصح انه الوحده تكون قريبه من ابنائها، ويعني الشده ما بتنفع لين، لازم يكون في شنو في شده ولي، يعني ما كمان يكون شديد وما لين عشان تفلت منك الحكاية. لكن الوحدة تكون معهم صديقة وتشوفيهم مشاكلهم شنو وهم الحاصل عليهم شنو، يعني الوحدة تكون من قريبة منهم من أطفالك. طيب خالتو هالة أنت قريبة من بناتك كثير شديد، بتحسي إنه القرب بتاع الأم من البنات واحدة من الحاجات الكويسة، ولا بتحسي برضو إنه لازم يكون في حدود بين في العلاقة بينك؟ لا أبداً تكون كويسة خالص، يعني تحسي إنها أختك. يعني ما إنك بيتها وتديها شروطها وكده، يعني أنت بتفهمي طبيعتها أنت ربيتيها. فأكيد حتفهمي الثغرات اللي فيها، يعني وإنها بتمشي بشنو باللين بكده بالشدة. تستوعب شخصيتها. أيوة يعني ما شاء الله كلهم بكل أسرارهم معانا ويستشيروا في كل خطوة الحمد لله. يعني الحمد لله. طيب برضو واحدة من الحاجات اللي بنحس إنه الأمهات برضو عندهم دور كبير جدا فيها هي المسارات اللي بياخدوها أولادهم في الحياة. يعني كل زول بيكون عنده هواياته، كل زول بيكون عنده اتجاهه، كل زول بيكون عنده شغله الحابي بيشتغله، قرايته الحابي بيشتغله. فأنا برضو عايز أعرف الحاجة دي ممكن كيف تتعامل بالطريقة الصح. يعني مثلا في أمهات كثيرة بكون فارضين على أولادهم حاجة معينة، يعني مثلا عايزك تطلع لي دكتور، عايزك تطلع لي مهندسة بالضبط كده. فرأيكم أنتوا الاثنين في الموضوع ده شنو؟ لا والله انا بشوف الواحد يخلوه على حسب رغبته. انت لو يعني مثلا اجبرتيه على حاجه ممكن ما ينجح لك فيها، لكن لو خليتيه على رغبته ممكن يبدع فيها الحاجه اللي هو انت هو عايزه. بتتفقي مع الحاجه؟ بتفق مع حاجه بتقول انه يعني اهم شيء الرغبه. يعني انا ممكن اديه رايي مثلا في تحديد الرغبات في تنزيله مثلا قبل ما هنا، فبديه رايي وبعد ذاك هو خد رغباته. نعم. يعني لازم ياخذ راينا برضه، ياخذ الراي، لكن في النهايه يختار الحاجه هي هو مقتنع بها يعني وحيبدع فيها. واهم يعني شيء الاستخاره، احنا عندنا اهم شيء زول استخير انه الحاجه دي كويسه معه ولا لا. نعم صح بالضبط كده. أيوه. طيب دائما شفتوا لما نجي نمسك اي موضوع اجتماعي او قضيه اجتماعيه نتكلم عنها نحن هنا في مجال الاعلام، بنلقى انه كل الحاجات اللي ممكن تكون حاصله في مجتمعنا الليله بترجع لموضوع التربيه، انه كيف ربوه من ما هو صغير وهو كبر على شنو، والعادات والتقاليد اللي كبر عليها شنو وكده. ده سؤال مهم جدا احنا حنتكلم عنه، لكن معانا تلفون نقول الو. الو 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 السلام عليكم. مرحبا عليكم. السلام. السلام عليكم، صباح الخير. اهلين، كيفك يا خالتو؟ تمام. كيفك يا خالتو حنان؟ كويسه. أهل. خالتو حنان هي أم الزميل عمر مهدي من قسم الهندسة. صباح الخير.
صباح النور، تسلمي ان شاء الله. الله يسلمك. كل سنة وانت طيبة، وربنا يخلي لك عمر ويخلي لك اخوان ان شاء الله يا رب. اللهم امين. وانت طيبة، خلي لك امك ان شاء الله كمان. ان شاء الله يا رب العالمين. وربنا يديكم العافية والصحة ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. طبعا انا من جبالك قاعدة مع امهات زملاء معانا هنا داخل الاستديو، حجة بتول وخالته هالة، بنتكلم معاهم عن مواضيع التربية وغيره، ودائما بسألهم الأسئلة عشان نقوم يعني نعرف الزملاء في البيت عاملين كيف. عمر معذبك في البيت يا خالته؟ يا سلام، عمر تمام والله الحمد لله، ربنا يعزك وربنا يخليه، والحمد لله يعني ما تعبني مما هو صغير، ما تعبني يعني، بل بالعكس دائما هو معاي وواقف معاي وبيعمل معاي، ما مقصر. ربنا يخليك ان شاء الله يا رب العالمين. ربنا يخلي لك ان شاء الله يا رب العالمين. اللهم امين ان شاء الله. ويحفظك انت كمان برضو، واحنا الليله باسمه حبينا نهنيكي ونقول لك كل سنه وانت طيبه، ويعني ربنا يخليكي له ويخليه هو ذاته لك ان شاء الله. اللهم امين ان شاء الله، ويخليكم كلكم ان شاء الله، ويسعدكم يا رب العالمين ان شاء الله، يديكم العافيه والصحه وفقكم في عملكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. شكرا لك يا خالته حنان. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب العالمين. الله يديك العافيه. ما بجي عليكم تاني في الموضوع اللي كنا بنتكلم عنه، واللي هي انه اساس كل المشاكل اللي ممكن تحصل اجتماعيا للفرد بتكون منتوج بتاع تربية سواء صحيحة أو خاطئة. يعني في مبادئ وقيم معينة أي أم بتكون خاتاها زي 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 يعني زي أقول لكم شنو، زي خطوات بتتبعها مع أطفالها مما هم صغار، عشان هي بتكون عايزاهم يقوموا ويكبروا عليها. شنو الحياة اللي أنت كنت خاتاها خالته بتقول مما أطفالك صغار وقلت لازم يكبروا على الحاجة دي؟ حاجات مهمة وأساسية أنت شايفة لازم تكون في شخصيات وفي كل حاجة. واحد أنا أهم حاجة عندي الناحية الدينية طبعاً، الواحد لازم يكون شنو يؤدي فرضه الدين، ويكون يعني علاقته مع الناس علاقة كويسة، وبرضه يعني يكون عامل خطوات لحياته المقبلة. يعني يكون عنده هدف هدف في الحياة، هدف في الحياة، ويكون عنده طموح. طموح. طيب خالته هدية برضو بتفق معاه كثير، وبرضو يعني هو الحالة الدينية يعني حكاية الأخلاق وكده. الأخلاق. كمان بحبز يكون شخصيته قوية يعني. يعني بحب عشان يواجه الحياة وكده، بخليه يعتمد على نفسه كثير. أهم شيء القوة في الشخصية. والله يا أخي دي حاجات مهمة جداً جداً. أيوة. لأنه يعني كثير من الناس اللي ممكن تحصل لهم مشاكل بيكون بأنهم هم عندهم صح. شخصياتهم مهزوزة أو عندهم مشاكل نفسية. أيوة. أو حاجة من ما هم صغار. أهم شيء حسن الأخلاق. الأخلاق طبعاً مهمة جداً جداً. أيوة. وبتك ولدك ربنا يهديهم لك الصحة والعافية. يعني نعم الأخلاق حقيقي والله. أنا ما بقول كده عشان أشكلك. نقول ألو. السلام عليكم. صباح الخير يا خالتو نور، كيفك؟ اهلا اهلا يا شهدوي، صباح النور عليكي. مرحبا. تسلمي يا رب العالمين. خالتو نور هي ام الزميله ساجده. كيف احوالك؟ ان شاء الله تمام، كل سنه وانت والله طيبه. والله بخير وعافيه الحمد لله. كيف انت؟ ان شاء الله طيبين. كل سنه وانت طيبه، وربنا يخلي لك ساجده واخوانا ان شاء الله يا رب. امين يا رب، امين ويخليك. كيف عامله انت؟ تمام والله بخير الحمد لله والشكر لله. ساجده يعني انا كل ما اسال زول يا جماعه ها الزول ده معذبكم ولا لا، الامهات كلهم بيقولوا لنا والله ما معذبنا وكده. يا اخواننا ما عشان احنا في التلفزيون لازم تورونا الناس دي معذبينكم ولا لا، ما بنلقى فرصه زي دي. لا بقول لك الحقيقه. يلا خلاص قولي لي. يلا قولي. معذبه انا شديد في البيت، ما في دواليب، ما في دواليب. دي اول واحده تدينا الحقيقه. اذا ام قصر قالت لكي بيجي وبيمشي بس زيه كده، بس بتنوم وتمشي طوالي. والله حقيقي يا أخي يعني فعلا هو الشغل بياخد من الزول زمن كتير، لكن برضو في النهاية يعني الزول بيحاول في 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 وقت من والله وقت للتاني. والله هي حاولت تضبطكم من أميس جابت لي الهدية بتاعت عيد الأم يعني برضو عمرت لمسة. ما بطالة، ربنا يخليها ودي العافية وفيها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله. وبحيي هنا الأمهات المعاكية، أم قصر بتول، أم هديل، هالة، ماما نعم. هالة، أمك، ماما سورية، الله يديك العافية إن شاء الله يا رب العالمين. الله يديك. وبحي أمهات من الناس الكبار اللي عندكم اللي هو بابا الطاهر. نعم. وأم منتصرة اللي هي برضو أمنا اللي هي خالتي زينب بحييها. نعم. وباقي الأمهات في القناة كلهم بحييهم كلهم، أم هند، وأم
تسنيم وما مذكرة وكلهم نسيم كلهم ربنا يديم العافية. والله لأكيد ساجدة مع الرفاكة على الناس كلهم هنا. أنا متابعاك يعني حسن داوي كنا متابعاك. والله يا أخي إحنا مبسوطين جدا إنك أنت متابعانا وخليك متابعانا لحد نهاية الحلقة وربنا يخلي ليك ساجدة ويطول في عمرك يا رب العالمين ويحفظك إن شاء الله. الله يعطيك العافية والصحة وشكرا لكم. شكرا الله يسلمك. إحنا بدنا نشكرك عشان أنت سمعتينا صوتك. تسلمي. كتر خيرك بارك الله. الله يسلمك يا رب العالمين. شكرا جزيلا. الحمد لله إنه في زول مرق الحقيقة. والله برضو يا أخي التحية للزميلة ساجدة. هي واحدة برضو من الزملاء الجميلين جدا معانا هنا في القناة واللي بتساعدنا ودائما بتكون جنبنا ودائما يعني كده لما نكون محتاجين لحاجة كده ساجدة دائما بتعملها لنا. فربنا يديها الصحة والعافية إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. حنرجع طيب. أنا برحب بالزميل عمار حيكون معاه حوار في جانب آخر وطريقة تعبير مميزة برضو عن طريق الشعر للأمهات. شكرا لك شاد وأمنا بتول وأمنا هالة مرحب بكم صباح النور كل سنة طيبين. إن شاء الله دايما تفرحوا بأولادكم هديل ومحمد خالد ونجيكم كده ونبشر لكم إن شاء الله. تسلم بحياتك يا أبو. إن شاء الله يا رب. تسلموا كثير مشاهدي الكرام. ما زلتوا واصلين معكم في صباحات سودانية ويمكن اليوم برضو بيصادف 21 مارس هو اليوم العالمي للشعر أعلنته منظمة اليونسكو في العام 99. في المناسبة دي برضو ما بننسى إنه في قصائد كثيرة وكلمات ومفردات كثيرة كتبت في الأم في الحنان في التحنان في كل ما تقدم الأم من حنان لأبنائها المختلفين. أسعد جدا بترحب بالشاعر عوض عمر الشاعر. مرحب بك وصباح النور. مرحب بك عمار ومرحب بالسادة المشاهدين والتحية للأم أينما كانت. مرحب بك. طالما التحية للأم أينما كانت كده نحييها بمطلع شعر من عندك. يما كيف إنك وكيف إن عيناتك والزمان الضي ساكن مسيماتك أديني منه شوي أديني من حنك حينين فرح وأمان أديني من دنك أمل لباكر جاي خليني بس جنبك زي ما كنت في اللولاي مبسوط معاك انتي موسم أمان وحنان موسم غنى وشاشاي يا والدة يا طيبة يا حبي والأحلام يا أمي الغالية ريدي ليك أسمى غرام وأكثر كمان والله من أي حب وسلام لأنك انتي الكون والكون معاكي الكون معاكي تمام مشتاق وحاد عينيك لحضنك الدافي لبسمة من سنك من قلبك الصافي عوافي عوافي يا مطر بخيرة عوافي عوافي أمي ما في غيرة عوافي عوافي وأمي شوفيني غطيني دفيني كيف إني كيف إنك والغربة زي النار كيف إني كيف إنك محتار أنا المحتار كيف إني كيف إنك والغربة دار ودار يا أمي الرغية الدنيا عمرابك وانفاسك الفية مبسوطة إن شاء الله زي موج ضفاف النيل تعالجي بيديك كل زول صغيم وعليل ربي يحميكي يديكي يرضيكي والعافية تمليك يا كل يا ذاتي أنفاسي وحياتي ما تشوفي شر يا رب. إن شاء الله يا رب كل الأمهات في كل مكان ما يشوفوا شر ولا بيحزنوا ولو في ثانية واحدة. عوض طالما أنت كتبت قصيدة للأم وكانت هي مطلعنا لهذا الصباح من صباحات سودانية كنت تتكلم لي عن أمك. صعب جدا صح؟ صعب جدا أنك تترجم كلمات عن الأم لأن الأم إحساس نحية صراحة في هذا الصباح. نحية طيب كل يوم أنت طيب حاجة العوض تحية لها إن شاء الله. هي يعني أسمى مكانة تقريبا الأم لذلك تعظيمها كان واجب على كل شخص. الأم ما في كلمات بتقدر توصفها. لو جينا من بداية الشعر السوداني أو الشعر غير سوداني بنلقى إنه الأم ما في حد قدر يوصف قيمة الأم أن هي قيمة عظيمة جدا وقيمة سامية يعني بالتأكيد. طيب عوض نحن هنجيك تاني لكن عندنا مزيد من التهاني والتبريكات من خلال التواصل عبر السوشيال ميديا. مشاهد من سمعت من جديد.
سنة وانت طيبة يا ماما، وربنا يخليك لنا ويطول في عمرك وما يحرمنا منك هذه الحياة. أمي عام سعيد عليك، كل سنة وانت طيبة، وكل سنة وكل أمهات بلادي بخير وسلامة. أتمنى لكم طول الصحة والعافية وطول العمر، كل سنة وانت طيبين ولا أمورك. كل التحية الجميلة لكل الأمهات في اليوم ده، وتحية خاصة لأمي حاجة أماني. وأنا بشوف أنه يعني يوم واحد ما كفاية للأم، وبتمنى أنه ربنا يحفظ لأي زول أمه إن شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. برضو حنعرض مزيد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عبر السوشيال ميديا، والناس تتفاعل برضو وترسل عشان ما تحيي أمهاتها في كل مكان وتبقى ذكرى. وشيء نعتاد عليه وإنه من اليوم لحد آخر يوم في عمرنا إنه نحيي أمهاتنا في كل مكان. عوض دار نسمع منك تاني قصيدة. يا بنتي يا شامخة شموخ النيل، يا بنتي يا واضحة وطارد القمر الظاهر ليل، يا بنت منقوشة في قلوب أطفالنا اللي لعبوا شليل، ما أنت البنت الأم الأخت الزوجة اللي جابت جيل، قرست فينا حنان أخلاق السمحة مع الترتيل، خليكي قريبة تعالي علينا سندي الحيل، شاركي أبوك الزوجة النيل، وضمي عليك الأسرة الوطن الواحد قبل الشجرة تميل، أمي ست الكل شجر الضل، حنان 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 وافر. يا تحية لكل الأمهات في كل مكان زي ما قلنا عوض. يعني كثير يمكن في أغنياتنا وفي تراثنا وكلماتنا السودانية ذكرت الأم من خلال القصائد ومن خلال الأغنيات، معبرة جدا عن الأم. لكن برضو نرجع للنقطة الأساسية إنه ده ما بيكفيها ولو 1% من حقها بالتأكيد. لما الواحد يكتب قصيدة وينزل فيها محاسيسه أو أحاسيسه المختلفة تجاه أمه أو تجاه أم مختلفة، يعني الناس بتشوف الأمهات أمها في كل مكان، الإحساس بيكون مختلف بالتأكيد والتعبير بيكون مختلف. إحساس الأم أو إحساس الكتابة للأم هو إحساس صادق بالتأكيد، بيشبه إحساس الفرح وإحساس الحزن. لذلك أي كلمة عن الأم هي كلمة مؤثرة جدا، بتلقى يعني صداها مباشر للمتلقي. في شعراء كثيرين تميزوا بالكتابة للأم، التحية لهم، وما زال يعني شعراء قادمون إن شاء الله. إحنا معانا عبر الهاتف والدة الزميلة هند، مرحبا بك، صباح النور حاجة ناهد. أهلا وسهلا، صباح كيفك حبيب. يا يوم إن شاء الله طيبة، صباح النور. والله تمام الحمد لله، الحمد كل سنة لله. وكل يوم وكل ثانية وكل دقيقة وانت طيبة إن شاء الله يا رب. وانتوا طيبين يا رب، ويخليكم لنا يا رب. ويخليك لنا يا رب برضو والله. بداية اليوم احتفال بعيد الأم، كل يوم نحن بنقول هو احتفال بعيد الأم، كل شوفة بالنسبة لنا اللي شوفتكم من الصباح برضا وبوش أو بوش نديان ومليان حنان بالتأكيد بيعبر عننا بأشياء مختلفة جدا. ما أدري أقول لك إحساسك شنو، لكن كده احكي لينا عن هندي في البيت برضو، زي ما شاهدي قبل سألت أم قصر وأم هديل، كده هندي في البيت عاملة كيف؟ والله يعني هندي دي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هي بنتي الوسط، لكن ما شاء الله زي ما بقول الدنيا بتاع البيت. يعني هندي هي المحرك البيت صراحة، يعني حتى بالنسبة لي أنا، لأخواتها، لأخوانا، لأبوها، كلنا، فأي زول في البيت عنده حاجة بيطلبها من هند، يا هندي أعمل لي كده، يا هندي سوي لي كده، يا هندي يا هند. وإنت يمكن فترة شغولها معاكم تكونوا لاحظتوا الحكاية دي يعني. صحيح. زعلتك آخر مرة متين زعلتك، يا زعلانة منها كده؟ والله انا ما قاعده ازعل منها كثير، لكن صراحه بزعل، بقول لها هند احنا نشوفك دارين نتونس معك، يعني ما ممكن تعيتي برا البيت او حتى جوا البيت بيكون عندها حاجه بتعمل فيها، يا بترسم يا بتكتب يا بتعملها في حاجه. طبعا هي ما شاء الله بترسم رسم حلو، يمكن ما وردتكون الحاجه دي. صحيح صحيح. الرسم ده تعلمته من وين يا خالتنا؟ والله هوايه من هي صغيره بترسم، حتى في الشهاده امتحنت فنون جميله، وكان نفسها تدخل في فنون جميله، لكن صراحه انا كنت السبب انها قرت ميكاترونكس، لكن هي كان نفسها تقرا فنون جميله، يا ريت لو خليت قرت فنون جميله كانت ممكن وصلت احسن يعني. حاسه ممكن ترجع تقرا ثاني، ما فات حاجه. ممكن ايوه، انا هسه بشجعها انها ترجع تقرا ثاني ان شاء الله. حتقري ثاني يا هند ولا ما حتقري ثاني؟ امتنعت عن الاجابه. شكرا لك يا خالتنا هيت كثير، وربنا يخليكم يا رب. كل سنه وانتم طيبين وموفقين ان شاء الله يا رب، ونشوفكم احسن ناس في الدنيا يا رب ان شاء الله يا رب. امين امين يا رب. شكرا لك،
الله يبارك فيك. شكرا لك وصباحك سعيد ان شاء الله يا رب. شكرا لك خالته ناهد والده الزميله هند معنا في قسم الاعداد. ويمكن شاهد الاجواء دي جميله جدا صراحه لما تتصل على ام زميله برضه توريك خفاياه وحاجاته وقفشاته في البيت. لكن بس لا ما في زول عايز يعترف، لو لاحظت الناس كلها شغاله، لا لا والله ما شاء الله البنت دي ولا الولد ده في البيت ما قاعد يعمل حاجه وما معذبنا، لكن دارين الناس تعترف لنا تطلع لنا حبه حاجات كده يعني. غايته انا حسي مع خالته بتقول كده انا درز الخالته بتقول حاجه صغيره يا شاهد لكن كبر خلاص انا درز الخالته بتقول اهلا وسهلا او خالته هلا الاثنين ممكن اسالكم سؤال. اهلا وسهلا. هديل او محمد سميتوهم كيف؟ نبدا بخالته بتول. محمد ده سميته كيف؟ سميته كانت شكلها كيف؟ يعني من يا تناحية كيف؟ لما سميته محمد سويت له سماية وربنا رزقه. انا طبعا محمد ولدت في الامارات العربية المتحدة في ابو ظبي. وطبعا في ابو ظبي يعني ما في زي السودان هنا. ما ضبحت له كويس يعني؟ لا لا ضبحنا له والله خروفين. وطبعا بس الا الناس القريبين منك يعني ما في كان زي السودان هنا يا عوا بتعملي وليمه وبتدعي وكذا، لكن بس يعني حاجه كانت مختصره. طيب اهو هدوله. هديل كان عندها حته مميزه فرحنا بها شديد لانه جات بعد 7 سنين من اخوتها الاولى. ففرحنا بها كان شديد، عملنا لها طبعا سمايه وحاجات كثيره كان فرحه كبيره. يا سلام. برضه في حاجه مع كل مولود بتجي هدايا كده للام. تذكروا الهديه جات لي لك يا خالتي بتول لما ربنا رزقك بمحمد؟ والله انا افتكر جاني الطقم بتاع عشاء. تخيل لي كده تخيل لي كده. في هديل في هديل كان حلق ذهب. يا سلام عشان كده هديل جنها ذهب. طيب شكرا لك يا شادي. شكرا خالتي بتول وخالتي هاله ديك تاني يا عوض. ودارين نحيي الامهات برضو يمكن بمزيد من القصايد. وفي في في مناطقنا السودانيه المختلفه جدا كلمات وتعابير مختلفه للام ناس بتكتب عنها او بتقولها. مثلا عندكم في منطقه الخوالده هنا في وسط الجزيره نحن مثلا في عندنا في السودان كلمه يمه دي موجوده، لكن في ناس بيقولوا امي، في ناس بيقولوا يمه، في ناس بيقولوا ست البيت، في ناس بيقولوا الغاليه، في الفاظ كثيره جدا. هي في ناس بيقولوا ماما، في هي ثقافات بتاعت مناطق يعني. في كل منطقه عندها ثقافه معينه او تسميه محدده للام يعني. كلها بتصب في معنى واحد انه الام غيمه ثانيه يعني. طيب نحيي الامهات مره اخرى وبمقطع. نحيي الامهات وخليني ادي مقطع مغاير جدا. يا مرتبه روحك وشايله جروحك وساكنه معاي في غناية وبوحك، هاكي هواي يداوي جروحك ونظف زيف الزمن الساد في العالم، تمشي معاي في طريق مفروش بوضوحك، نلقى هواك فينا مرتب وحور العين جوانا ترتب، نقعد فوق الرمشة الغيمة وتحت الحاجب نيمة مساحة براحة وإلفة حميمة، وتبقى الغيمة الساتر الحاجب ضل هوانا، نقعد نحن برانا وقلوة بن بالشوق مليانة وزمنك يصفى، نصفي البن في الأيام تضحكي أنت وتبقي تمام، سكر ريدك بنبر حنك وانت أظنك ما متأكدة إنك ست الريد. ست الريد. يا سلام يا سلام. شكرا لك عوض، يعني بصراحة نورتنا الصباح. وجميل جدا أن الواحد يكتب أو يكتب كلام للأمهات في كل مكان ويدون ويصبح التاريخ في ظل هكذا مناسبات. شكرا جزيلا لك. تسلم كثير جدا وشاكر لكم على الاستضافه الجميله يعني. شكرا لك. شكرا. ارجع لك يا شاهد مره اخرى ولامهاتنا الجميلات معنا في الصباح. نعم. امنا هاله وامنا بتول. نعم. يعني اشكالهم جميله صراحه جدا بالتوب والليله ما شاء الله. الليله في قشره. ايام شكلها جديد. الليله في قشره. الليله في قشره. هذه هدايا من البنات برضه يعني. بمناسبة الهدايا ده وقصوا قاعدين لك هدايا؟ أي أيوة والله 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 ما بقصر. امبارح طبعا جابوا لي هدية يا بالعيد ولك يا ابو علي طبعا مع بعضهم الثلاثة. سنة ولا كل مرة يا خاتم؟ لا والله محمد وحياة الله كل سنة كل سنة والله جد والله مقصر. السنة اللي فاتت جاب لي ملايات والقبله طقم بتاع شاي. وحس السنة دي مع بعض هو أخته وأخوه مع بعض كان. يا سلام. جابوا لك شنو؟ جابوا لي طقم بتاع مويه بتاع عصير يعني لرمضان وست بتاع صواني. والله يا اخي ما طبعا دي الحاجات اللي بيحبوها الامهات طبعا. يعني انت جبت لها ملايات. انا غايته يعني بعرف انه الامهات شفت ال
الصواني والعدة والملاية يعني زي أولادهم واحد يعني في نفس الغلاوة بدون ما تدق لما انكسر لو صحن صحن أو طقي مع شهر كلنا دقينا ما عندنا الدق بصراحة. طيب خالة هالة هديل جابت لك شنو جابت لك التوبة؟ لا هديل كان عندي عطل كده في الموبايل فجابته قبل أسبوع هديت الأم. يا سلام يا سلام والله ما قصرت هديل. شفت الهدايا كيف انا كذا معناته يا جماعه صعبت عليه الموضوع شديد لانه انا لسه ما جبت الهديه بتاعتي فاجاتني شديد يعني اه يا سلام جاب التليفون جديد وكذا كان لك متعذبني شويه يا سلام يا سلام. طيب يلا واحده من الحاجات برضو المهمه خالته بتقول خالته هاله الأولاد ما بيكبروا بيصلوا مرحلة هم بعد كده ذاتهم بيكونوا دارين يكونوا حياتهم الخاصة. البنت بتكون عايزة تتزوج والولد بيكون عايز يتزوج ودي الفرحة الكبيرة وسنة الحياة بالنسبة لكم. صح الأم ممكن يعني تحزن شوية إنه ولدها بيمشي منا وبنتها بتمشي منا لكن لكن في النهاية دي فرحة الحياة وسنة الحياة زي ما قالت خالته بتقول. بتوصي دائما قصر بشنو لما نيجي يختار مثلا او يكون دار يتزوج او يكون دار يخطب او يكون يعني يفكر في الموضوع او غير؟ والله يعني طبعا اول حاجه يفكر ويختار يختار اختيار كويس يعني يشوف الوحده اللي بتقدر انه يقدر حيقدر يواصل معاها وانها بتتوافق معاه في يعني رغباته وفي حياته يعني يعني اي حاجه بتكون متوافق في توافق يكون بيناتهم يعني بيناتهم هم الاثنين. وطبعا الناحيه الدينيه دي اهم حاجه اهم حاجه بالنسبه لك. طيب خالته هاله دائما بتوصي بناتك بشنو في انهم لما يجوا يختاروا شريك الحياه والزوجه المستقبلي اللي ممكن هم يكملوا معه حياته؟ هو الشيء يكون من اسره يعني من اسره معروفه وكده حتى لو ما معروفه بنسال منه. اهم شيء التوافق يعني هي تكون مختاره وهي ورغبه في شديد فبعد ذاك بنبتدي نسال يعني هي بعد ذاك بنسال ونشوف زول كويس بنتم الموضوع تربى في اي مشكله ثاني ما اهم شيء مش التوافق ده هو الاسره يعني انت تزوجي بنتك لاسره ما للشخص نفسه طبعا اكيد يعني اكيد طبعا دي حاجه ضروريه صح. طيب في امهات او يعني احنا ما دارين نقول كل الامهات لكن في جزء من الامهات بيحسوا انه اختيار الشريك في 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 حياه البيت او الولد مفروض يكون يعني زي يعني مثلا في امهات بيقول لك انا دار اخطب لك مثلا البيت دي انا داركت اعرس البيت دي عندكم الحاجه دي ولا بتحس انه هو مفروض يختار بنت؟ لا المفروض يختار بنت بعدين بتحصل اي حاجه بتجي كلها على راسك بعدين عشان كده الواحد يسيبه يختار لحاله يعني زمان كانت في حاجه دي لكن هسه خلاص انقرضت الحمد لله. صح يعني شايفين صح. بتقول انت لما عرسوكي كيف طلبوكي ولا كنتي انت الدايره؟ لا طبعا في طلب يعني في طلب كان في طلب طلبوكي ووافقتي انت كنتي موافقه ما كان عندك مشكله. لا طيب خالته هاله تتذكري؟ بتذكر طبعا كنت اول شيء صغيره وزمننا خلاص راي الابو ما في مشكله زواج انتهينا يعني بس على حسب رايك انك توافقي بس هاي انك انت توافقي كنت موافقه خلاص انتهينا ما 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 زي ما زي حسي البيت بتختار وانا عايزه فلان او عايزه علان احنا كان زوجي يعني قريبين يعني ما كان في اثنين ثلاثه خلاص ما طلعتوا من برا لا زي بقولوا زيتنا في بيتنا مش كده. برضو المعلومه اللي انا حابه اقولها انه خالته هاله هي برضو بتبقى لي وهديل برضو بتبقى لي من اسرتنا من المهندس لنا الشرف انه والله يا اخي انا ذاتي لي الشرف انه نكون من اسره واحده ويعني في النهايه دائما الامهات ديل في اي مكان انت بتمشي وبتحس انهم هم يعني خلاص بتحس انه الام اللي انت مشيت لها دي زي امك واحد الحمد لله يعني في بيت صديق في بيت صاحب في بيت اسره واحد يعني لانهم دائما عندهم احساس الحميميه كده وبدوك احساس انهم يعني كان جيت من برا ها وصحبتك المعاك دي او صاحبتك المعاك دي اكلت شربت يعني دائما دي دي, دي 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 الحاجه حقتهم اصلا أيوه. ما في زول أيوه بيختلف عليها الحمد. طيب خالته بتقول انا برضو عايزه اسالك سؤال يلا واحده من الحياه برضو الضروريه جدا في حياه اي ام انها هي برضو بتبقى منتظره بعد الخطوه بتاعت العرس دي الاطفال الاحفاد فبيقول دائما جنة
اغلى من الجنة. الوليد اغلى. فعندك عندك عندك احفاد ولا لا؟ والله لسه ما جابوا لك. بس طبعا اول حاجه الزوجة شيراز. زوجة شهر 12. قريب قريبه هاي، لكن لسه ربنا ما رزق. لسه ما جابت اطفال. قالتها انا حبوبه بجداره يعني. عندك احفاد؟ فعندي بنتي الكبيره اول فرحتي اسمها هاديه، فعندي منها ثلاثة احفاد. اخر واحد كان ولدته في الحج بس سافر. يا سلام يا سلام. ايوه. علاقتك معهم كيف الاولاد الصغار؟ هم اصلا معي طوالي يعني، هي شغاله طبعا شغاله في شركه زين وكده، فبمسكهم ليها عاده. بيجيبوا لي من الصباح بيجي ياخذوهم اخر الدوام. معذبين مالين عليه الدنيا والله. والله الوسطاني ده شويه شقي لكن حلوين شديد يعني، يوم اللي بغيبوا بمشي بلحقهم في بيت. ربنا يحلم لك ان شاء الله. ربنا يحلم لك ان شاء الله. كمان حجي بتول تذوق الحبوب ان شاء الله بحياتك وانت طيب. الله يبارك لك. احلى احساس. بتقل من جديد للزميل عمار. شاهد انت عارفه يعني، انت سالتيهم سؤال جميل جدا اللي هو بتاع العريس والتفاصيل الجميله دي، لكن هم لحد الان ما حكوا لنا عن امهاتهم. بالضبط كده صحيح، لكن حنجيهم طبعا. حنمشي نشوف تهاني وبرضه معايدات للأمهات في كل مكان من أشارة العام. ثم أعود لكم من جديد. نعم.